وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض المستشار سالم اليامي الباحث في العلاقات الدولية. مرحبا بك معنا في نشرة الثامنة. وبلا شك بأن جولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان تأتي انطلاقا من حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز العلاقات مع اليونان وفرنسا في مختلف المجالات. لو تحدثنا أكثر حول هذه الجولة وما هي انعكاساتها على العلاقات السعودية الأوروبية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي الكريم، أحيي السيدات والسادة المشاهدين، وأشكر تلفزيونكم المبارك هذه الاستضافة الكريمة. أنا أعتقد أن زيارة سمو ولي العهد إلى أوروبا أو دول الاتحاد الأوروبي هو البداية أو ربما الاستهلال كان ببلدين هما اليونان وفرنسا. اليونان في الحقيقة وخلال السنوات الثلاث الماضية كان هناك نمو ملحوظ ويعني إيجابي في العلاقات بين البلدين، وأعتقد أن هذه الملحوظية وهذه الإيجابية أيضا فسرها وبينها وأوجدها على الأرض اليوم هذه أو مجموعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في استمرار العلاقات، استمرار الاستثمار، استمرار التعاون في كثير من أوجه النشاط الإنساني. هناك تجارة، هناك سياحة، هناك الاقتصاد، هناك الصناعات العسكرية، توطين الصناعات، هناك حزمة كبيرة من أوجه التعاون. أعتقد أن الجانبين خطوة مهمة اليوم في هذا الجانب. ثم تأتي بعد ذلك ولعلي قبل أن أغادر هذه النقطة يجب أن نشير إلى الأهمية الاستراتيجية لموقع اليونان في منطقة البحر المتوسط وخاصة في منطقة شرق البحر المتوسط، إضافة إلى الأهمية النسبية التي تتزايد لهذه المنطقة من حيث الثروات ومن حيث محاولات أكثر من أطراف إقليمية ودولية البحث عن النفوذ في هذه المنطقة. إذن المملكة تعزز علاقاتها بطرف قوي وبطرف مهم وبطرف واعد اقتصاديا وسياسيا في هذه المنطقة. العلاقات مع فرنسا، أنا أعتقد أن فرنسا إحدى بوابات الاتحاد الأوروبي المهمة على مستوى الاقتصاد وعلى مستوى السياسة، ويعني العلاقات السعودية الفرنسية هي ستسير بالطراد، وهناك خلال السنتين الثلاث الماضية كان هناك توقيع لمجموعة من الاتفاقيات. أنا أعتقد أنه في هذه الاتفاقيات ستعزز هذه الاتفاقيات وتفعل هذه الاتفاقيات. الشيء الآخر، هذه الزيارة في الحقيقة تأتي لسمو ولي العهد أيده الله في الوقت الذي تشهد في أوروبا أزمة حادة في عنصرين مهمين. العنصر الأول هو عنصر الطاقة، العنصر الثاني هو عنصر الغذاء، المملكة وشقيقاتها الخليجية هم الأطراف القادرة أو القادرين اليوم على تزويد الاتحاد الأوروبي باحتياجاته من نفط. في النفط، الشيء الآخر، دول الخليج بوفراتها المالية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية قادرة أن تتخطى كثير من العقبات، ربما عن طريق الاستثمارات في مناحي الإنتاج الزراعي أو الإنتاج الغذائي. أعتقد أنه التوقيت مناسب. الشيء الآخر هو مهم للجانبين، للجانب السعودي وأيضا للجانب الفرنسي. وأنا أزعم هنا أن المملكة وخصوصا بعد الجولات الأخيرة لسمو ولي العهد وبعد القمم التي شهدتها المملكة في جدة قبل أسابيع قليلة، المملكة تقدم نفسها وهي تقدم المنطقة الخليجية وتقدم أيضا ربما الجسم السياسي العربي بشكل عام بعلاقات متوازنة مع هذه القوى. نعم، من الرياض المستشار سالم اليامي الباحث في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك.